مساء الخير، أنا إيناس نور، ضيفتكم النهاردة في برنامج نفسنا، وربنا يستر بقى، علشان أنا من أول ما دخلت حسيت إن الكرو كله منفسن على بعضه ورا الكاميرا، ولسه ما دخلتش قدام الكاميرا، كلهم أصحابي على فكرة قدام الكاميرا، وأنا بعرفش نفسنا على حد. أنا يعني أنا جاية بحب كل الناس. برنامج نفسنا بحبه، برنامج لطيف، بيدي طاقة كده لذيذة، المناغشات اللي جوه يعني جميلة. لا أنا مش بحس إن هما منفسنين على بعض، لا، علشان أصل كلمة نفسنا دي كلمة كبيرة قوي وكلمة مش حلوة، بس هو البرنامج كوميدي، أنا جاهزة لكل حاجة.